أهلا بحضراتكم في كل مكان. فقرة اللي جاية دي فقرة الحقيقة منورة، لما نهتم بالشباب الصغير الواعد اللي بيشرفنا بره مصر، وخصوصا الرياضيين، ده شيء مهم جدا. لما نشوفهم محتلين المراكز الأولى في بطولات هامة جدا، والحقيقة أنه يعني السنين اللي فاتت والعالم كله يعرف أنه المصريين محتلين لعبة السكواش بشكل كبير، مسيطرين على يعني المراكز الأولى في كل البطولات، ويمكن عندنا الحقيقة جيل بعد جيل بيحتلوا قمة وميداليات الذهب للسكواش. ومن أيام أقيمت بطولة إنجلترا المفتوحة للسكواش وحققت فيها البعثة المصرية نتائج هائلة الحقيقة، ونجحت هذه البعثة في التتويج بعشر ميداليات ذهب من أصل 10 نهائيات، يعني خدوا العلامة الكاملة في أول مرة في تاريخ البطولة للمشاركة في هذه البطولة، بالإضافة ل 10 ميداليات تانيين بينهم 6 فضيات و4 برونزيات. الحقيقة أنه دي زي ما بقول لحضراتكم المرة الأولى أنه مصر تتوج فيها بالعلامة الكاملة لبطولة بريطانيا المفتوحة، وده إنجاز تاريخي للجيل ده، براعم صغيرين بيثبتوا للعالم كله أنهم ملوك السكواش، وحيستمروا في أنه مصر تتوج بهذه العلامة الكاملة بإذن الله لما يتم الاهتمام بهم بالشكل الكامل. والحقيقة أنه علشان يكونوا مشرفين لهذا الحد أكيد ورا الرحلة حكايات كتير هنعرفها النهاردة في التاسعة، عشان منورينا ومشرفينا أبطال براعم مصر في الاسكواش الناشئين تحت 11 سنة. برحب بيكم جميعا، يحيى وليد وعلي المعتصم و آدم رجب وتميم مصطفى، الحمد لله على سلامتكم ومبروك. الله يبارك فيك. طيب عايزين بقى نبتدي بقى نعرف الحكاية، بتلعبوا سكواش من إمتى وكواليس البطولة؟ كل واحد فيكم كده يقول لي. نبتدي مع يحيى. يحيى تقول لي بتلعب سكواش من وانت عندك كام سنة؟ أنا بلعب سكواش، أنا بادئ سكواش من عندي 5 سنين، بس بدأت بروفيشنال من عندي 7 سنين، ده ليه يعتبر بلعب من بقالي 3 سنين بروفيشنال. بروفيشنال ده يعني بتشترك بقى في بطولات دولية وتمارين. تتمرن كم ساعة في اليوم يا يحيى؟ بتمرن 2 لـ3 ساعات. بتمرن 2 لـ3 ساعات. انت في سنة كام دلوقتي؟ انا في 5 الحمد لله. بتعرف توفق بين المذاكرة والتمرين، ولا في حاجات بتيجي على حاجات؟ انا ممكن بتمرن وبذاكر في العربية، يعني بذاكر في العربية، واكتر حاجات في العربية، او ممكن اذاكر في اخر اليوم، لو اذاكر واعمل هوم ورك في اخر اليوم. يعني ربنا يوفقك، واكيد مجهود كبير بتعمله علشان تقدر تبقى بطل عالمي دولي في السكواش، وكمان تكون شاطر في المدرسه. علي المعتصم مبروك والحمد لله على السلامه. انت اخذت مركز ايه في البطوله؟ احكي لي. مركز رابع. منافسينك كانوا امريكان اعتقد في البطوله، صح؟ طب احكي لي بقى الاجواء كانت عامله ازاي قبل ما تسافر البطوله، استعديت ازاي؟ كنت خدت اجازه من المدرسه، بدأت كل يوم اتمرن اكتر من العادي. عامل معسكر بقى للتدريب؟ مين ساعدك في الموضوع ده؟ وبابا وماما قالوا لك ايه لما قلت لهم هتاخد اجازه من المدرسه عشان عندك بطوله، ولا هم اللي مودينك البطوله؟ احكي لي كده، مين اللي بيشجعك؟ مامتي شجعتني، وبابايا، هما الاثنين قالوا لي لازم تاخد اجازه عشان تستعد للبطوله. انا قلت لهم لازم اخد اجازه عشان استعد للبطوله. انت حد عندك تاني في البيت بيلعب سكواش؟ اخويا اختي. اكبر منك ولا اصغر منك؟ انا اصغر واحد. انت اصغر واحد؟ طب هما كمان واخدين بطولات؟ ايوه. يعني الموضوع ماشي في العيله يعني. ايوه. طيب خلينا نروح ل ادم. ادم قول لي شاركت ازاي في البطوله؟ انا بلعب سكواش من وانت عندك كام سنه؟ انا بادئ سكواش وانا عندي 4 سنين. بصراحه كنت بتحسن كل مره، وبصراحه حبيتها قوي فكملت، ورحت كنت بدخل بطولات وانا صغير، والحمد لله كنت بعمل. انت صغير امتى؟ انت لسه صغير يعني؟ لا يعني قولي ابتديت موضوع البطولات ده من وانت عندك كام سنه؟ مثلا بديت وانا عندي 8 أو 7 كده، وبدأ وانا عندي 4، ولسه بلعب لغايه دلوقتي، ومبسوط بالنتائج اللي انا جبتها في البطولات. ما شاء الله، احنا كمان كلنا مصر كلها فخوره بيكوا الحقيقه، وفخورين ان احنا عندنا اجيال تثبت استمرارية المصريين انهم ملوك السكواش فعلا. مين مثلك الاعلى في اللعبة؟ اكتر واحد بحبه علي فرج بصراحة. علي فرج. طيب نروح لتميم. تميم ابتديت امتى سكواش؟ انا ابتديت. واشمعنى السكواش؟ مين اللي قالك تلعب سكواش؟
انا لا قلت لنفسي، انا مثلا كنت بنزل يا واد يا واد انا قلت لنفسي يعني مثلا كنت بنزل في النادي، مامتي كانت بتروح تصلي فانا كنت بنزل في النادي، فبروح العب مع الكباتن وبتاع وكده، فحبيت اللعبه وقلت ايه المشكله لما اجرب وبتاع، انا كنت حاببها. واشتراك في بطوله دوليه وتسافروا وتسيبوا المدرسه، الكلام ده بتستعدوا له ازاي؟ هي دي اول بطوله دوليه العبها بره. وايه الفرق بقى؟ يعني الفرق ما بين ان انت تلعب ماتشات هنا مع زمايلك من انديه تانية محليه وانك تشترك في بطوله زي بطوله بريطانيا المفتوحه للسكواش؟ بلعب يعني ناس امريكان من دول العالم كلهم. انت خصمك في البطوله كان من دوله ايه؟ واحكي لي كده كواليس اللقاء. ماشي، كان اول من 32 رئيسي كان حد انجليزي، 16 كان حد انجليزي برضه، 8 اللي هو المصنف الاول الباكستاني. ومين اكتر حد كان بيشجعك في البطوله؟ وكواليس الماتشات كانت عامله ازاي؟ مامتي وبابايا طبعا هم اللي كانوا بيشجعوني. كانوا مسافرين معاك؟ كانوا مسافرين معايا، والكابتن الكوتش بتاعي برضو كابتن علي عشماوي، هو يعني في ماتش دور الثمانيه ده هو اللي ساعدني جامد، وكنت خسران وان لاف جيمز وهو اللي خلاني اعمل كومباك وكسبت 3-1. في سنك الصغير ده لما تخسر يعني بيبقى رد فعلك عامل ازاي؟ لا طبعا بزعل، يعني ما فيش حد بيخسر ما بيزعلش. بتشجع نفسك ازاي عشان تكمل؟ بقول المره الجايه اشتغل على غلطاتي اللي هي بتاعه الماتش ده اللي انا خسرت ازاي بتاع كده. ومثلك الاعلى مين في الاسكواش؟ علي فرج. علي فرج، انتوا عندكم عشق لعلي فرج. عشان هو معايا في النادي. وبرده بحب يلعب. يحيى احكي لي طيب عن كواليس البطوله، والخصم بتاعك كان مين وانت واخد مركز تاني اعتقد صح؟ واخد مركز تاني. انا كان كله اجنبيين. يعني لغايه اول اربعه كان ولد مصري كان تميم، كان بس كلهم يعني كانوا لعيبه شاطرين بس مش عندهم التاكتكس اللي في المصريين، يعني حاسس لو المصريين عندهم اللي هو دماغهم اشطر ريسبكتفل اكتر، هم حاسس اللي هو مش عندهم التاكتكس والجيم زي المصريين. يعني انت شايف ان احنا المصريين عندهم التكنيك بتاع اللعبه اكتر من اي لعيب تاني؟ اقوى من اي اجنبيين بس الانجلتر، بس الناس الامريكان والانجل بداوا يطلعوا وبداوا يبقى احسن كل سنه. يعني لقيت ناس قويين جدا ممكن في الثمانيه خسروا 3-1 3-2 بس عملوا ماتش يعني. الحمد لله. لكن انت شايف ان احنا المصريين مسيطرين في اللعبه دي مسيطرين. والاستمرار يعني السيطره دي مستمره مع الجيل بتاعهم. هم كسبوا بي اس اي كتير قوي، الكبار علي فرج، شرباجي لسه قلب انجلتري وهو مروان الشرباجي بس هو جاي من مصر الكسندريا. يعني مسيطرين في اللعب المصريين. لما بيبقى داخل ماتش وهم عارفين انك مصري وعارفين ان المصريين مسيطرين في اللعبه دي، هم بيدوا اهميه وحاسس ان هو ممكن يجيبوا اي حد عشان يخليهم يكسبوا. ممكن يجيبوا احسن كوتش عشان عشرة يقعدوا يشجعوا ويعملوا حاجه، وبالذات في الناس من ماليزيا باكستان ممكن يقعدوا يعملوا دوشه جوه الماتش، يقعدوا يشجعوا بالهبل ويعملوا دوشه ويصدعوا والله اللعيب عشان يسيبوكم ما تخليكوش تركزوا، يخلوهم ما نفكرش ونزعل وهم اللي يكسبوا. لكن ما شاء الله انتم ما تتاثروش بحاجه. علي احكي لي، انت كنت بتقول لي واخد اجازه من المدرسه، بس انا عارفه ان انت كنت راجع على امتحان في المدرسه. يعني حققت مركز رابع في البطوله صح؟ صح. احكي لي استعديت ازاي؟ ذاكرت امتى للامتحان ده؟ ذاكرت في الطياره. ذاكرت في الطياره؟ واخبار الامتحان ايه بعد المذاكره بتاعت الطياره دي؟ حليت كويس؟ مين كان بيذاكر لك في الطياره؟ مامتي. ماما قايمه بدور كبير ما شاء الله. طب مدربينك، عايزه اعرف يا علي مدربينك علشان توصل للمستوى ده، علاقتك بمدربينك عامله ازاي؟ كويسه. مدرب اكتر حد اعتقد بيبقى وجوده وتشجيعه ودعمه طول الوقت مهم. طبعا. طيب ادم احكي لي بقى، انت بعد البطوله حاسس بايه؟ واصعب لحظات بالنسبه لك في البطوله كانت عامله ازاي؟ دي اول مشاركه دوليه ليكوا كلكوا ولا حد فيكوا شارك دوليا؟ لا دي اول مره بطوله بره مصر اعتقد. السن يعني دلوقتي يا دوب مسموح يعني بالمشاركه، لسه في الاول يعني. فبصراحه يعني مش عارف. اكتر حاجه حسيت ان الوقت ده صعب في البطوله، هل هي اصلا فكره ان انت مسافر تلعب؟
ايوه في هي دولة كان تانية مسافر كان صعب تلعب، بس عليكم. في الاول كنا بنلعب شوبينج، بس نزلت اتمرن كام يوم وكنت مركز، وكنت لازم اتمرن كويس عشان في بطولة مهمة ولازم نجهز عشان دي اهم بطولة في يعني في كل البطولات. فالحمد لله خدت اول، ولازم اشكر كل الكباتن بتوعي واهلي. والتشجيع كان عامل ازاي في البطولة لما خدت اول؟ لا التشجيع كان عالي قوي بصراحة. طب ما انت كده تستحق اليومين بتوع الشوبينج، مش مشكلة يعني، يعني تستحقهم، جبت مركز اول فكده تمام. تميم احكي لي كده، انت اكتر حاجة فرقت معاك في المشاركة في البطولة دي ايه؟ اكتر حاجة فرقت يعني وانت راجع كده اكتر حاجة كنت بتفكر فيها ايه؟ غير انك طبعا اكيد مبسوط وفرحان من النتيجه، عشان انت كنت بتقولي من شويه اكيد لو اي حد بيخسر بيزعل، وهي لعبه وارد فيها ان انت في الاخر ترجع خسران ومش مش واخد اي مركز، انت حققت مركز ثالث يا تميم. اكتر حاجه بقى كنت بتفكر فيها وانت راجع ايه؟ كان عندك امتحانات، راجع على امتحانات، انتوا كلكم راجعين على امتحانات، انه وقت البطوله جه مع الامتحانات ده كان عامل ازاي؟ لا يعني مثلا الامتحانات دي كانت يعني الامتحانات في ايام البطوله بالظبط، وخلصت النهارده خلاص، خلصت امبارح يوم الخميس. بس الحمد لله انا امتحاناتي متاخره شويه. انت كنت في اجازه بقى انت في الوقت ده؟ انا امبارح قعدت كده يوم فري خالص، وبعد البطوله قعدت لي 3 ايام في انجلترا اقعد انبسط كده شويه. طب ما خلاص بقى، مش هينفع نغيظهم كده. يعني والله احنا مبسوطين بيكم دلوقتي ومتشرفين بوجودكم معانا، وقدوه كده ومثل حلو لكل الولاد والبنات اللي بيتفرجوا علينا.